هذه واحدة. ثانيا شرف الله تبارك وتعالى الأيتام لئلا يغضب أحدا من أنه يتيما فقد الوالد أو فقد الوالدة أو كان يتيم الأبوين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأيتام، ربي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في حجر أبو طالب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وكد يتيما كان النبي يقربه إليه. ألم تجد أن حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد، هذا الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم ورباه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليه، وكان أبا زيد يعني حي يرزق، وكان من قبيلة يعني كبيرة وقبيلة ثرية، ومع ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبه إلى نفسه، وفكر الناس أن تقول زيد بن محمد، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.